مساء الفل على الناس الكل، على رأي رؤوف كليف. تمام، تعالوا بقى نبدأ تاني سيكشن معانا وهو ديزاين اوف سيكشنز. حلو قوي. طيب بص بقى يا سيدي، الديزاين اوف سيكشنز احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان كلمة ديزاين دي معناها حاجتين، معناها عديد تسليح ومعناها ايه؟ ابعاد خرسانة. مظبوط، اريا ستيل واريا كونكريت. بالظبط كده يا باشا. طيب خد بالك اني علشان اقدر اصمم، اقول ان انا صممت، لازم التصميم بتاعي يبقى سيف، صح؟ ولازم يكون ايكونوميك، لازم يكون امن ويكون اقتصادي. تمام، وفي ناس دلوقتي مدرسه جديده ظهرت بتقول ان لازم يكون انفايرمنتالي، تمام، اكسبتد، لازم يكون مقبول بيئيا. تمام، حلو. فيعني بصراحه لسه الموضوع ده لسه ما دخلناش. تمام، خلينا نتكلم زي ما احنا بنتكلم ان هو سيف وايكونوميك. حلو، طيب جميل جدا. قال لي يا باشمهندس، اي ديزاين ده عشان اعمل ديزاين لابد يكون فيه احمال، صح؟ عشان اصمم عليها. مظبوط، والاحمال دي خد بالك بتعمل لي حاجه اسمها ستريننج اكشن. طالما ظهرت الاحمال دخلنا في الاستراكشر، لازم يظهر لي ستريننج اكشن. هو ايه الستريننج اكشن؟ انت بقالك سنتين بتاخد في الاستراكشر ستريننج اكشن مختلفه، صح؟ مومنت، نورمال، نورمال بقى ده يا اما تنشن يا اما كومبريشن، شير، صح؟ تمام، حلو جدا. ايه تاني؟ تورشن، مظبوط، باكلينج، تمام، مومنت معاه كومبريشن، مومنت معاه تنشن في نفس القطاع، صح؟ صح. طب يا باشمهندس، طب دلوقتي احنا عندنا السترينج اكشنز دي، طب ايه رايك لو احنا عرفنا نصمم السترينج اكشن دي كخرسانه؟ يبقى احنا كده دورنا كخرسانه انتهى، صح؟ يبقى انت هات لي من الاستراكشر سترينج اكشن وانا هصمم لك اي قطاع في الدنيا، صح؟ مظبوط الكلام ده. هو ده اللي احنا هنحاول نعمله النهارده. هنحاول نمسك كل السترينج اكشنز اللي ممكن تجينا في حياتنا ونحاول ان احنا نصممها كخرسانه. حلو؟ حلو جدا. قال لي يا باشمهندس، اول سيكشن هنصممه النهارده هو سيكشن سبجكتد تو مومنت اونلي، سيكشن معرض لمومنت بس. ده ياخدنا للسنه اللي فاتت كده، نبحث عن ذاتنا شويه كده ونحاول نرجع بالذاكره. هو ايه العنصر اللي كان عليه مومنت بس؟ العنصر اللي كان عليه مومنت بس كان يا اما بيم يا اما سلاب. اخذنا ده في البيمز واخذنا ده في السوليد سلاب وفي غيرها حتى في الكولو بلوك سلاب نفس الكلام. تمام، حلو جدا. طب يا باشمهندس، خلينا في البيم النهارده ونشرح الموضوع على انه بيم، لان البيم يعني غالبا هي طريقه التصميم الاكثر شموليه. تمام، السلابس ما فيهاش حاجه، وهنشوف السلابس في الكلاب سلاب. تمام، حلو جدا. قال لي انت عندك طريقتين لتصميم اي عنصر عليه مومنت اونلي، او بصراحه شديده جدا عندك حوالي 7 طرق. الطرق دي اسمها ديزاين بايز، مساعدات تصميم. عندنا كود بحاله بيحكي في مساعدات التصميم، هي كوفيشنز، معاملات بنحاول ان احنا تساعدنا في ان احنا نصمم باسرع طريقه ممكنه، باكتر طريقه دقيقه، يعني بحاجه بتطلع لي اكتر طريقه اقتصاديه. يعني كل الكلام ده بتحاول تعمله الايه، طرق الديزاين بايدز المختلفه. احنا النهارده هندرس طريقتين، الاولى هي السي واحد والجي كيرف، والتانية هي الار واحد والاوميجا. تمام، وهعرفكم الفرق ما بينهم وتستخدموا انهي في اي حاله. طيب قال لي والله اول طريقه اتفقنا انها سي واحد وجي كيرف ان كيس اوف بيمز، في حاله البيمز. قال لي قبل ما تبقى عاوز تصمم بيم لابد ان انت تحدد نوع القطاع بتاع البيم. قال لي ازاي ده؟ هو البيم فيها اكثر من قطاع؟ تخيل البيم فيها اكتر من قطاع. ايه بقى القطاعات المختلفه؟ قال لي والله بص، تعال نبص كده واحده واحده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. قال لي والله اي بيم في الدنيا، هناخد بيم سيمبل. قال لي اي بيم في الدنيا يا باشمهندس، هناخد بيم سيمبل كده على سبيل المثال. قال لي البيم السيمبل دي يا باشمهندس، ايه اللي حصل فيها؟ لما حطيت عليها لود جابت لي مومنت بقيمه دبليو ال تربيع على 8. تمام، وما تضيقش تقول في دبليو ال تربيع على 24 دبليو ال تربيع، ماشي يا عم انا عارف والله. تمام، بس احنا بنحكي في المومنت الايه الاصلي، فما تضيقش معانا كده وخلي ايه ناخد كويس. حلو جدا. تعالى بقى يا باشمهندس
اقول لك ايه اللي حصل. لما حصل لود حصل مومنت مظبوط على الكاميرا. طيب لما حصل مومنت بص كده، لما رسمنا الكاميرا كتو دي ايه اللي حصل؟ لقينا ان تحت حصل تنشن وفوق حصل كومبريشن. فخد بالك من المعلومه دي، طالما في مومنت يبقى في تنشن في نفس الجهه، يبقى المومنت والتنشن مع بعض في نفس الجهه. عايز اقول لك حاجه، طالما حصل تنشن يبقى لازم يكون في حديد، تمام؟ فلازم يكون في حديد كمان. فخد بالك ان المومنت التنشن الحديد مرتبطين كلهم ببعض بالعلاقه دي، تمام؟ حلو قوي. طيب قال لي يا باشمهندس في الحقيقه ان التايب اوف سيكشن ده بيسمى السيكشن حسب منطقه الضغط، حسب الكومبريشن زون. طب ايه اللي حصل؟ قال لي والله انت كنت بتتكلم عن كاميرا سيمبل، لكن في الكاميرات الكونتينوس واللي هي اصلا هي اساس شغلي واللي هي موجوده بكثره في ريزيدنشال بيلدينجز، فايه بيحصل؟ فبتلاقي المومنت بالشكل ده، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. وده هيسبب لي ان احنا بنتكلم ان بيسمى السكشن حسب منطقه الضغط، هيسبب لي تو سكشنز مختلفين. طيب فجيت قلت سكشن واحد، تعال نشوف سكشن واحد ده هنسميه ايه او هيتعامل معاه ازاي. فسكشن واحد اخدته في النص هنا، تمام، وقلت ادي الكاميرا، رسمت الكاميرا بتاعتي، ده جزء من شفت السلاب، السلاب بتاعتي مش في سلاب ونازل منها سقوط الكاميرا، عقدنا على الشكل ده من السنه اللي فاتت ما فيهوش حاجه، تمام. حلو، ايه اللي حصل؟ قلت والله يا باشمهندس المومنت فوق، فاذا التنشن معايا فوق، يبقى الجزء اللي تحت ده كومبريشن. فجيت لما جيت صممته لقيت ان هو شكل ريكتانجولار سكشن، فسميتها ريكتانجولار سكشن. سميتها ايه؟ ريكتانجولار سكشن. يبقى السكشن اللي جاي عند السبورت على طول ريكتانجولار سكشن، تمام. انا مش عايزك تحفظ قد ما انا عمال احاول افهمك، حلو، فما تحفظش، بس اللي عند السبورت دايما هتلاقيه ايه؟ ريكتانجولار سكشن. طيب باشمهندس، باشمهندس تعالى سكشن رقم 2. سكشن 2 ده عباره عن ايه؟ بوزيتيف ايه؟ مومنت. المومنت تحت، التنشن تحت، يبقى الكومبريشن فوق. جيت ظللت لقيته ان هو شكل تي سكشن، شكل حرف تي، فسميته تي سكشن. يبقى انا عندي السكشن اللي في نص، اللي في نص تمام البحر على طول تي سكشن، واللي عند السبورت ريكتانجولار سكشن. في مشكله في ده؟ مفيش مشكله في ده. تعالوا بقى نصمم بقى. احنا عرفنا اول خطوه ان احنا نطلع الطرف، تاني خطوه الديزاين فور فليكشر. يعني ايه فليكشر؟ يعني مومنت، تمام، بس هي يعني انحناء بيسموها كده، تمام. حلو جدا. كيس 1 unknown thickness. قال لي الكيس الاولاني احنا هنصمم كاميرا انا ما اعرفش الثيكنس بتاعها. فقال لي يا باشمهندس بص، طالما عندك كاميرا مستمره كونتينوس بيم لابد، يعني انت عندك ريكتانجولار سيكشن وتي سيكشن صح، لابد ان انت تبدا بالريكتانجولار سيكشن. تبدا بمين؟ الريكتانجولار سيكشن. نبدا بمين؟ الريكتانجولار سيكشن، ما تنساش، تمام. حلو جدا، بدانا بالريكتانجولار سيكشن. قلنا والله يا باشمهندس انا دلوقتي عندي معادلتين بس، هما دول السي 1 والجي. ايه هما المعادلتين؟ قال لي دي بتساوي سي 1 تمام جذر ام التيميت في 10 اس 6 على الاف سي في البي. قال لي البي هو عرض منطقه الضغط، الويدز بتاع الضغط، الضغط طبعا في الريكتانجولار سيكشن الضغط فين؟ تحت. طب العرض اهو في مشكله؟ مفيهوش مشكله. طيب جميل قوي يا باشمهندس. طب ايه اللي حصل هنا؟ قال لي والله يا باشمهندس انت ما تعرفش الدي، لان الدي عباره عن ايه؟ عباره عن تي ناقص الكفر بتاعها. طيب طب يا باشمهندس السي 1 انا برضه لسه ما نزلت ما اعرفهاش. الام التيميت؟ لا، الام التيميت دي هتكون جايه لي من سترينج اكشن، ده احنا بنصمم على وجود مومنت صح؟ صح. والاف سي يو، اف سي يو هي قيمه مقاومه القرصنه للضغط، واكيد هتبقى معروفه بالنسبه لي اثناء الديزاين بتاعي. طيب والبي، البي اللي هو عرض منطقه الضغط او عرض الكاميرا في هذه الحاله، في الحقيقه ان عرض الكاميرا ده المفروض ان انت تقدر تتخيله كمصمم ازاي. قال لي والله انت عندك الكاميرا بتشيل الحوائط، عرفنا ده في السوليد سلاب صح؟ اي معنى كده ان لابد ان عرض يقول عرض الحيطه يكون قد عرض الكاميرا، او حتى عرض الكاميرا يكون اكبر، ما ينفعش يحصل عكس. مظبوط؟ مظبوط. طيب هو عرض الحيطه ايه؟ قال لي انا عندي حيطه خارجيه تمام وحيطه داخليه جوه البيت. الحيطه الخارجيه دي عرضها بيبقى 25 سم تمام، وهي بنسميها طومه تمام، والحيطه الداخليه بتبقى ايه؟
نص طوبه 12 سم. حلو، انت عارف ان ابعاد الطوبه القياسيه 25 في 12 في 6. حلو، فلما بحط الطوبه بالعرض تبقى اسمها ايه؟ طوبه. لما بحطها على سيفها تمام يبقى اسمها ايه؟ اسمها نص طوبه. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. تمام، بيسموها اديه وشناوي. تمام، حلو. طيب ايه بقى يا باشمهندس؟ قال لي والله يا باشمهندس دلوقتي انت عارف عرض منطقه الضغط، لانك عارف عرض البيم، لو هي خارجيه هتحطها 25 سم، لو هي داخليه هتحطها 12 سم، يعني 250 ملي او 120 ملي. طيب عموما لو انا بصمم افضل حاجه بالنسبه لي ان انا احطها 250 ملي داخليه وخارجيه. حلو، حلو، مفيش مشكله. طيب اسيوم، قال لي بص يا باشمهندس انت كده عندك البي وعندك الاف سي وعندك الام ار، ايه رايك احنا محتاجين نطلع البي، ايه رايك تاسيوم السي 1؟ طب انا هاسيومها بايه؟ هفرضها بايه؟ قال لي هتفرضها بسي 1 منها باقل قيمه ممكنه بسي 1. طب ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ قال لي والله لما هتفرض السي 1 بسي 1 منها دلوقتي هتطلع اقل ثيكنس ممكن، هتطلع ايه؟ اقل ثيكنس ممكن. طب يا باشمهندس عندك اف واي ب 350، لو انت في حاله ان الاف واي بتاعتك 350 ام بي اي، السي 1 هتساوي 275 2.75 2.75، والجي في الحاله دي هتبقى 0.713 من الكيرف. طيب والاف واي لو كانت 400 ام بي اي هتبقى السي 1 ب 2.38 اللي هي 83. تمام، والجي هتبقى 0.724. حلو جدا، يعني يا باشمهندس انا بفرض السي 1 بسي 1 مينيمم اللي هي قيمتها لو في الاف واي 350 هتبقى 2.75، ولو الاف واي 400 هتبقى 2.83. فيها مشكله في دي؟ لا مفيش مشكله. هتقدر من هنا تطلع الدي وافتكر ان الدي لازم تقرب لاقرب 5. طب تمام، مفيش اي مشكله. التي هتبقى عباره، تاني حاجه هجيب التي، التي دي هتبقى دي زائد كفر. الكفر كام؟ الكفر 50 ملي او 5 سم. وخد بالك ان التي لازم تكون اكبر من التي مينيمم اللي هي 400 ملي اللي هي 40 سم اللي هي اقل ثيكنس ممكن للكاميرات. طب باشمهندسنا المحترم، اول حاجه احنا حطينا القانون دي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت ب 10 اس 6 على اف سي يو في البي. طلعنا فرضنا السي 1 بسي 1 مينيمم فطلعنا قيمه الدي. تمام، باقي ان احنا ندخل على القانون الثاني اللي هو اريا سكيل بتساوي ام التيميت ب 10 اس 5 على اف واي في الدي في الجي. طيب جميل يا باشمهندس، الام التيميت ما هي عندك والاف واي اكيد هيبقى معطى. تمام، لانه قيمه اجهاد الحديد اللي انت هتستخدمه الدي ما انت لسه جايبها من فوق ما فيهاش مشكله. طب والجي؟ قال لي ما انت لسه مستخدم سي 1 بالفرض بتاعك 2.75، فعلى طول خد الجي ب 0.713، وبعد كده بتصمم التي سيكشن بنفس دبس وسكنس اللي انت اخدته. ليه بنفس الدي والدي؟ ليه يا باشمهندس؟ لان احنا ما بنعرفش بالكاميرات، ما انت عمرك شفت كاميرا بتتغير تلاقيها دخلت لجوه وحصل؟ لا مفيش الكلام ده، احنا ما بنحاولش نلعب في الكاميرات سواء في العرض او في السكنس بتاعها. الكاميرا بتمشي كونتينوس، بتمشي زي ما هي. تمام، التي سيكشنز، التي سيكشن عايزين نصمم التي سيكشن يا باشمهندس. القانون الاولاني هو هو دي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت في 10 اس 6 على اف سي يو في البي. البي عرض منطقه الضغط زي ما اتفقنا، بس هنا خد بالك منطقه الضغط اختلفت فبقت البي بي كابيتال ويدث اوف فلانج. تمام، عرض الفلانجه. طيب عرض الفلانج ده بجيبه ازاي؟ قال لي يا باشمهندس ده بتجيبه من خلال ايه؟ من خلال الايه؟ البي اللي هي مينيموم من ثلاث حاجات، اللي داش على 5 زائد بي، 16 تي اس زائد بي، من السنتر لاين للسنتر لاين، وهكذا. الثلاث قيم دول بتاخد منهم الان. طب يا باشمهندس ما تشرح لنا كده الثلاث قيم دول بيجوا ازاي؟ هنا بقى بنتكلم عن ال L داش. ايه ال L داش ده يا باشمهندس؟ قال لي ال L ده هو السبان بتاع البيم، هو السبان اوف بيم، هو بحر الكاميرا. طيب خد بالك من حاجه، ان التايب اوف بيم يعني نوع الكاميرا بيختلف معايا ال L داش بتاعه ازاي؟
قال لي والله في حاله ان الكاميرا بتاعتك سيمبل فانت بتاخد ال ان داش ده واحد في ال ال، يعني ال داش بتساوي ال في الحاله دي، تمام؟ حلو جدا. طيب وانت في من ناحيه لو الكاميرا بتاعتك كونتينوس من ناحيه واحده، يعني بالطريقه دي، بص كده السبان ده مكمل من ناحيه واحده، تمام؟ فالكوفيشنت بتاعك هيبقى 8 من 10 ال ال، تمام؟ من ناحيتين الكونتينوس من ناحيتين هتلاقي انها زي بحر كده في النص، تمام؟ حلو. ومن ناحيتين متصل ده بيبقى 7 من 10 ال ال. طيب خد بالك يا باشمهندس ان احنا بعد ما بنعمل ده، تمام، كده احنا قدرنا ان احنا نحسب البي، تمام، ال ال داش على 5 زائد بي. طب ال 16 تي اس يا باشمهندس، التي اس ده اللي هو السيكنس اوف سلاب بتاع الايه؟ البلاطه. السيكنس اوف سلاب يعني ايه؟ سمك البلاطه، الجزء اللي انا بشاور عليه دلوقتي، تمام؟ حلو جدا. طب هو في العاده المفروض يطلع كام يا باشمهندس؟ المفروض يطلع حوالي 10 سم او 12 سم حسب يعني لو احنا شغالين سوليد سلاب، لان السوليد سلاب هي اللي بيبقى معاها كاميرات في يعني كل الحالات بتاعتها تقريبا. طيب اخيرا السنتر لاين للسنتر لاين. قال لي والله يا باشمهندس الموضوع ده بيعتمد اكتر على كون ان في بلان او لا. لو في بلان انا بشوف الكاميرا دي لو هي كاميرا في النص زي كده، تمام، وفي كاميرتين جنبيها واحده يمين وواحده شمال، الكاميرا اللي في النص دي بتشيل نص المسافه دي ونص المسافه دي، تمام. يبقى القصد من ده ان الكاميرا بتشيل نص المسافه اللي جنبيها من الكاميرا اللي بعديها، تمام. حلو. فبتبقى من السنتر لاين دي السنتر لاين. حلو جدا. يبقى ده البي، نقدر من خلال البي لو جبناها ان احنا نطلع من هنا السي واحد. من السي واحد تقدر تدخل على الكيرف بتاعك وتجيب مين؟ الجي. وبالنسبه لك الاريا ستيل هتبقى اما التيمت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي مليمتر مربع. طيب تعال نشوف مثال ونطبق على اللي احنا قلناه. اولا ده السي واحد والجي كيرف، تمام. خد بالك السي واحد والجي اهو بالطريقه دي، انا بدخل بالسي واحد من هنا اهو واجيب القيمه الناحيه الثانيه للجي. طب ببص على الكيرف، الكيرف صعب يا باشمهندس، بلاش تدخل منه عشان هتتلخبط، يبقى خليك دايما في التيبل اللي جنبي، تمام. التيبل ده بدخل منه اجيب السي واحد، قيمه السي واحد وقصادها على طول الجي. طب يا باشمهندس افرض لقيت ان قيمه السي واحد اللي عندي دي يعني القيمه ما بين قيمتين، اعمل ايه؟ خدها يا اما الاكبر، تمام، يا اما تاخد القيمه المتوسطه ما بينهم، فما فيهاش اي مشكله بالنسبه لك، تمام. تعالوا بقى يا شباب نشوف موضوع الاكزامبل. عندنا مثال design reinforced concrete beam to resist moment as figure beam width 25 سم، عرض الكاميرا دي 25 سم، تمام، and FCU 25 MPa والFY 350 MPa. طيب مديني الكاميرا كده 4 متر و3 متر ومديني فيها ايه؟ المومنت بتاعي. طيب اولا احنا قلنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنحدد القطاع، واتفقنا اللي عند السبورت ده يعتبر ايه؟ ريكتانجولار سيكشن. طيب ريكتانجولار سيكشن تقدر تقول لي طبعا ان ال 200 ده هو ريكتانجولار سيكشن، وتقدر تقول لي ان انا هبدا على طول بالايه؟ بال 200، صح؟ هو ده اللي احنا عملناه بالظبط. بدانا بالريكتانجولار سيكشن ام التيميت 200 كيلو نيوتن في المتر خطوه رقم واحد. دي بتساوي سي واحد جذر ام التيميت في 10 اس 5 على الاف سي يو في البي. السي واحد هاخدها بقيمه السي واحد مينيمم، عندك الاف واي بكام؟ 350، يبقى السي واحد مينيمم على طول بكام؟ ارجع كده تاني اهي بكام؟ ب 2.75. خلاص يا باشمهندس تمام، حلو جدا. تعالى نكمل. جذر المومنت 200 في 10 اس 6 على 25 في 250، 250 ده اللي هو ايه؟ العرض بالمليمتر. اوكي حلو جدا، قدرت اطلع الدي بتاعتي طلعت 492 مللي تقريبا. طب هل هينفع اخدها 492 ولا لا؟ زي ما قلنا لازم نقرب لاقرب 50 مللي، لازم نقرب لاقرب 50 مللي، وبالتالي اخدتها 500 مللي. طيب باشمهندس دلوقتي تقدر تقول لي ان التي بتاعتك بتساوي 500 زائد 50 يعني 550، يعني اكبر من التي مينيموم اللي هي 400 مللي. انا كده تمام مفيش اي مشكله في ده. اثنين الاريا ستي هتساوي اما التيميت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي.
الام التيمت 200 تمام، الاف واي 350، الدي لسه جايبينها من فوق بكام؟ ب 500، ناقص مين؟ الجي. الجي هنجيبها من قصاد السي 1 2.75، هتطلع تقريبا ايه؟ احنا بص 2 بوينت فين؟ 2.75 هتطلع 0.713 تمام. حلو جدا، ده اللي احنا عملناه 0.713، يبقى طلعت معايا كذا ملي، 1600 ملي، طلعت معايا 7.18 يا باشمهندس. طب كده انا خلصت؟ لا، انت كده محتاج تعمل السكشن الثاني. طب السكشن الثاني انا هختاره بناء على ايه؟ قلت انا عندي حاجتين، اولا دلوقتي البحر مختلف صح؟ تمام حلو، فانا هدور على ابص على البحرين الاول واشوف مين فيهم الاكبر. الاربعه، طيب دي حاجه. المومنت مين فيهم اكبر؟ واضح ان المومنت ده اكبر وكمان البحر بتاعه اكبر، يبقى انا هاخد المومنت ده لان ده الموست كريتيكال بالنسبه لي. طيب حلو جدا، الدي سيكشن ام التيمت ب 300 كيلو نيوتن في المتر، هقول واحد دي بتساوي سي واحد جذب 300 في 10 6 على 25 في البي اللي هو عرض الفلانجة، اللي احنا هنقعد بقى نحسب له الايه الثلاث حاجات. اول حاجه بي بتساوي المينيموم من ال داش على 5 زائد بي، ارجع كده وبص هتلاقيها كونتينوس من ناحيه واحده، يبقى هتبقى 8 من 10 في المسافه دي كام؟ هتبقى 4000 تمام ملي بالنسبه لي، مظبوط الكلام ده، على 5 زائد 250 طلعت لي 290 مللي. 16 تي اس زائد بي 16، حلو، رجع هو كاتب لي هنا ان التي اس 10 سنتي، فانا بالنسبه لي هقول 16 في 100 زائد 250 هيطلع الكلام ده 1850 مللي، يبقى اكيد هاخد مين؟ 890. عوضت بيها طلعت قيمه مين؟ السي 1. ليه؟ لان انا عندي الدي هنا يا باشمهندس، مش انا الدي لسه مطلعها، قلنا ان احنا هناخد الدبس والسكنس نثبته. بالظبط كده. طيب طلعت السي 1 بكام؟ 4.31، ارجع وبص هنا 4.31 دي قيمه ما بين الاثنين، هي ايه؟ ما بين 0.817 و0.813، انا اخدتها كام؟ اخدتها تقريبا 0.815 تمام، مظبوط الكلام ده. فاذا طلع معايا الايه؟ عندي الاريا ستيل طلعت معايا 2103، طلعت معايا 9.18. خلاص يا باشمهندس احنا كده بالنسبه لنا الموضوع تمام، احنا صممنا التو سيكشنز وصممنا الكاميرا اللي موجوده دي بالنسبه للفليكتشر، يعني بالنسبه للمومنت. طيب تاني حاله عندنا النهارده هي كيس 2، السيكنس از جيفن. افرض هو يا باشمهندس حدد لك السيكنس بتاعك، هتعمل ايه ساعتها؟ قال لي والله انا كذلك هبدا بريكتانجولار سيكشن. هبدا بايه؟ بريكتانجولار سيكشن. طب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال لي والله انا عندي الدي تمام، قيمتها معروفه دلوقتي بالنسبه لي، السيكنس ناقص الكفر، والكفر 5 سم اللي هو 50 مللي تمام، فالدنيا بالنسبه لي تمام. طيب بتساوي سي 1 جذر ام التيمت في 10 اس 6 على الاف سي يو في البي، الام التيمت معايا، الاف سي يو معايا، البي زي ما قلنا انها هتكون معايا، حلو، يبقى هطلع من هنا مين؟ السي 1، يبقى جيت سي 1. لو عندك السي 1 اكبر من سي 1 مينيموم اللي احنا عارفين قيمتها يا اما 2.75 يا اما 2.83، هيبقى بالنسبه لي القطاع ده سنجل رينفورسد سيكشن، يعني قطاع ما فيهوش اي مشكله خالص تمام، بحط الحديد في جهه واحده فيه والدنيا بالنسبه لي تمام. طيب اثنين، لو في الحاله دي اذا الاريا ستيل هتساوي ام التيمت في 10 6 في اف واي هتجي في الجي، وصمم وطلع تسليحك والدنيا بالنسبه لك 100 100 وما فيهاش اي مشاكل. طيب الحاله الثانيه، اف سي 1 اقل من سي 1 مينيمم، افرض السي 1 طلعت اقل من سي 1 مينيمم يا باشمهندس، ساعتها بصراحه كده معنى ده ان السيكنس بتاعي مش كافي ان القطاع يكون فيه تسليح في جهه واحده، اذا لابد ان انا احط تسليح في الجهه الثانيه، فبقى اسمه دبل رينفورسد سيكشن توب اند بوتوم رينفورسمنت، بحط حديد علوي وحديد سفلي في القطاع بتاعي تمام، بقول ان انا يوز اي اس داش تمام، حديد تسليح ان كومبريشن زون في منطقه الضغط. حلو جدا، جميل جدا يا باشمهندس. طب بعمل ده ازاي يا باشمهندس؟ قال لي determine table to get alpha،
لازم الاول تحدد التيبل اللي انت هتدخل عليه علشان تجيب الفا. طب ايه احدده ازاي؟ قال لي بناء على حاجه اسمها اي دي داش على دي. الدي داش ده يا باشمهندس يقصد بيه الكفر، والدي يقصد بيه التي ناقص الكفر، تمام؟ يبقى الكفر على التي ناقص الكفر، ما فيهاش اي مشكله. طيب بحسبها واقرب للاقرب، بدخل للاقرب من القيمتين دول، يا اما 0.05 يا اما 0.1. ولو بصيت كده هتلاقي ان ايه مكتوب تحت ده تيبل 6 6، تمام؟ دي داش بتساوي 1/10 دي، تمام؟ هو يقصد بيها ايه؟ انا حولت بس، تمام؟ يعني نقلت دي الناحيه الثانيه، دي داش بتساوي 0.05 دي بتساوي 0.1 دي، ما حصلش اي حاجه يعني، تمام؟ حلو. فيا اما 1/10 يا اما 0.05، فبختار اللي انا هدخل عليه. طيب يا باشمهندس يوز الفا بتساوي 4/10، يبقى انا اول ما بدخل وبعرف التيبل بتاعي بقول ان ايه هيوز الالفا بكام؟ ب 4/10، بيوز الالفا بكام؟ ب 4/10. حلو جدا. طب يا باشمهندس ليه 4/10؟ لان في حقيقه في الكاميرات، تمام، اقصى تسليح في جهه الضغط هو 4/10، تمام، 40% من قيمه التسليح في قيمه الايه الشد، فده اقصى حاجه باخدها علشان ما اقعدش احاول مره واثنين وثلاثه، اجرب 2/10 واجرب 3/10 وهكذا. لا، انا بدخل على اقصى قيمه على طول علشان اطلع قيمه من اول مره وما اقعدش احسب كتير. حلو، حلو جدا. فيبقى على طول يوز الفا كان ب 4/10. 4 جيت جي، تمام. لما دخلت على الالفا ب 4/10، بص الالفا ب 4/10 مدياني قيمه للسي 1 والجي، وانت لسه مطلع السي 1 من القانون الاولاني، ادخل وهات الجي اللي قصادها، تمام، وادخل صمم اريا ستيل اما التيميت في 10/6 على الاف واي في الدي في الجي، كله عندك معلوم دلوقتي. فخلاص انت خلصت. 6 بقى اريا ستيل داش هتساوي الالفا، تمام، اللي انت اخترتها ب 4/10 في الاريا ستيل. الموضوع بقى سهل، صح؟ تعالوا نرجع ونشوف مثال علشان نظبط المعلومه دي في دماغنا. قال لي والله المساله دي يا جماعه جت في امتحان فاينل مدني، ثانيه مدني 2019. حلو؟ 2019 حلو. reinforcement concrete beam to resist moment shown in figure. beam has 30 × 75 سنتي سيكشن دايمنشن. ديزاين بيم فور التيميت مومنت. تمام. طبعا هي يعني ده جزء من المساله، كان لسه في تكمله للشير بتاعها، تمام، والرسم بتاع التسليح بتاعها، لكن احنا بنحل بس المومنت اول خطوه فيها. تمام، حلو قوي. تعال نشوف الدنيا ماشيه ازاي. قال لي والله عندك، بص يا باشمهندس الكاميرا دي البحر بتاعها كبير قوي، 8.8/10 و8.8/10 عليها مومنت 550 670 550. حلو قوي. اول حاجه هنعملها يا شباب هو ان احنا بنختار السكشن. السكشن بتاعنا اللي عند السبورت ده اللي هو مين؟ الريكتانجولار. ايوه كده بالظبط كده، عند السبورت ريكتانجولار، وسط البحر في سكشن. فريكتانجولار سكشن اللي هو ام التيميت 670 كيلو نيوتن في المتر حصل منه اول حاجه. قال لي والله يا باشمهندس انت عندك الدي، تمام، ليه؟ لانك انت مديك الدي بكام؟ ب 75، يبقى 75 تمام اللي هي 750 ناقص 50 كفر يبقى 700، فيها مشكله؟ لا. طيب عندك الام التيميت، ام التيميت بكام؟ 670. عندك الاف سي يو كام؟ 25. عندك البي 300. حلو جدا، تقدر من هنا تجيب السي 1. السي 1 طلعت معاك يا باشمهندس في الحاله دي 2.34، يعني اقل من السي 1 مينيموم. طب نعمل ايه في الحاله دي يا باشمهندس؟ ساعتها لازم نصمم دبلي ريفورسد سيكشن يوز اي اس داش. طيب اول حاجه هنديترمن التيبل، هنحدد التيبل بتاعي دي داش على دي، دي داش اتفقنا ان هو الكفر، تمام، والدي اللي هي ايه؟ التي ناقص الكفر اللي احنا لسه حاسبينها 50 على 700 طلع معايا 0.07، اخترت الجدول اللي فيه 0.05 يوز تيبل ايه؟ 6 7. حلو، اخترت الفا ب 4/10 ورجعت قلت ايه؟ احنا محددين الايه؟ السي 1 بكام؟ ب 2.34. ارجع كده، احنا اخترنا ايه؟ 0.05 الفا، تمام، سي 1 2 بوينت كام؟ طلع معايا 3/4، صح؟ يبقى على طول هختار الجي بتاعتي بكام؟ ب 0.781، احنا ده اللي احنا اخترناه، تمام، 0.781.
يبقى الاريا ستيل بتاعت هتساوي ام التيميت في 10 اس 6 على اف اي في دي في الجي 670 في 10 اس 6 على 350 في 700 في 0.781 هتديني 3501.5 طلعت معايا 10 باي 22. واضح ان الاسبان كبير يا جماعه، فعشان كده التسليح طلع كبير. حلوه. اخر خطوه بالنسبه لي هي الاي اس داش. اي اس داش هيساوي الفا في الاريا ستيل، وبالتالي طلعت معايا 4 من 10 في الكلام ده اللي هو 3500، طلع معايا 1400.6 هتطلع 4 باي 22. جميل قوي يا باشمهندس. لغايه دلوقتي مفيش مشاكل. ندخل على السكشن الثاني بتاعنا وهو الدي سكشن. قلت بص بقى بدل ما اكتب القانون وارجع اعوض ثاني، تعالى نشوف البي. البي بكام؟ ال داش على 5 زائد بي. ال داش بص كده، ال داش مظبوط تمام. انا خدت، طب انا خدت الدي سكشن ده تمام ولا ده؟ ما هما الاثنين واحد، عشان كده انا ما قلتلكش. حلو قوي. فايه اللي حصل؟ قال لي بص البحر ده سواء دي او دي هتعتبر كونتينوس من ايه؟ من ناحيه واحده. مظبوط؟ مظبوط. طيب ايه اللي حصل؟ 8 من 10 في 8800 على 5 زائد 300 طلعت معايا 1708 ملي متر. 16 تي اس، 16 تي اس زائد بي. قال لي التي اس يا باشمهندس هو مديها لك ب 120 12 سم، يعني 120 ايه؟ ملي. وبالتالي قدرت ان انا اطلع ايه؟ القيمه بتاعتي هنا 2220، فاخترت القيمه الاقل ما بينهم وهي ال 1708، ورجعت عوضت بيها هنا في القانون ده وقدرت اطلع من هنا السي 1. ليه يا باشمهندس؟ ما انا عندي الدي موجوده اصلا، ده هو مديها لي معطى وانا جايب، او يعني يعتبر كمان معايا في الريكتانجولار سيكشن وهو هو القطاع، صح؟ تمام؟ الدي الدبس بتاعه يعني. طلعت السي 1 ب 6.17. ارجع اشوفها في الجدول. بص بقى يا باشمهندس، مفيش قيمه هنا 6.17 صح؟ 6.71 دي مش موجوده، انا اقصى حاجه عندي 4.85، يبقى ساعتها بتاخد اقصى قيمه للجي اللي هو 0.826. 0.826 فيها مشكله؟ لا تمام بالنسبه لي، حلو قوي. بص بقى يا باشمهندس، عملت ده فعلا، طلعت الجي 0.826، طلعت التسليح بتاعي ب 8.22، وبالتالي انا خلصت. طيب تاني طريقه عايزين نشرحها هي الار واحد اوميجا. كيف؟ وفي الحقيقه انا لازم اكون صادق معاك واقول لك ان الطريقه دي مش احسن طريقه في التصميم. ليه بقى يا باشمهندس مش احسن طريقه في التصميم؟ لانها بتعتمد على وجود، يعني انت بتصمم بناء على وجود سيكشن له ابعاد. طب افرض السيكشن ده ملوش ابعاد زي اغلب القطاعات الخرسانيه اللي احنا بنصممها، احنا اللي بنوجد لها الابعاد من خلال القوانين المختلفه. طب ايه اللي بنعمله؟ قال لي ساعتها يا باشمهندس انت بتدخل الدي والسي 1 جذر ام التيميت، وساعتها بتاسيوم السي 1 يا اما بسي 1 مينيمم تمام لو انت شغال في الار سيكشن، يا اما من 4 او 3 و4 تمام. خد بالك يعني القيمه بتاعتي بتاعت سي 1 يا اما بساويها بالسي 1 مينيموم، يا اما باخدها من 3 ل 4 حاله كون ده ريكتانجولار سيكشن، او من 4 ل 5 في حاله كون ده تي سيكشن تمام. تي سيكشن دي يعني ايه؟ لما يكون عندي سيكشن واحد في السيمبل تمام، بادئ بيه تمام سيمبل ومفيش غير تي سيكشن صح، فاصمم واخد من 4 ل 5. حلو جدا. طب يا باشمهندس أول حاجة أنا بعمل إيه؟ بقول إن دي بتساوي سي 1 وسي 1 فرضتها تمام وجبت الدي. بعد كده بجيب الآر 1 اللي هي بتساوي إم ألتيميت في 10 أس 6 على إف سي يو في البي في الدي تربيع. حلو؟ ده قانون الآر 1. من الآر 1 هدخل وأجيب الأوميجا تمام؟ يبقى الآر 1 بدخل وأجيب الأوميجا. بعد كده بقول إن الأريا ستيل بتساوي أوميجا إف سي يو على إف واي في البي في الدي تمام، واطلع منها التسليح. طبعا انا قلت لك ان الطريقه دي ليست الطريقه الاكثر فاعليه، ليست الطريقه الاكثر يعني استخداما وشيوعا تمام، ما تستخدمش غير في وجود قطاعات محدده مسبقا. والكلام ده هتشوفه يعني الار 1 والاوميجا احنا في الخرسانه ما بنستخدمهاش، اللي بيستخدمها مثلا لو احنا بنعمل تدعيم لمنشا موجود اكزيستنج، فاحنا عارفين الابعاد بتاعته
فبنستخدم الار 1 والاوميجا لانها ساعتها بتكون مور اكيوريت. كمان الناس في الاساسات ار 1 والاوميجا بيستخدموها لانهم بيطلعوا قطاعات مسبقه، يعني بيبقوا عارفين الابعاد بتاعه القاعده بتاعتهم، وبالتالي يقدروا يدخلوا بالار 1 والاوميجا تمام ويشتغلوا. لكن احنا في الخرسانه دايما خليك في سي 1 وجي، تمام؟ دايما خليك في سي 1 وجي. طب يا باشمهندس ما احنا يعني فهمنا الار 1 والاوميجا، فهمتها مفيش اي مشكله، بس يا باشمهندس صدقني ان انت كل اللي جاي عندك هيبقى سي 1 وجي، كل اللي جاي عندك هيبقى ايه؟ سي 1 وجي، فخليك في سي 1 وجي من دلوقتي، لان احنا هنشتغل الفلات سلاب بالسي 1 وجي، هنشتغل التورشن بالسي 1 وجي، هنشتغل الفريمات بالسي 1 وجي، فخليك على طول بكله بالسي 1 وجي عشان ما تتلخبطش معانا. طيب قال لي يا باشمهندس هو انا صحيح الار 1 والاوميجا كيرف ده بنجيب ازاي؟ قال لي بص بقى يا باشا، ده الكيرف بتاع الايه؟ الار 1 انا، وده كيرف السي 1. حلو، انا بدخل واشوف بجيب الار 1 بتاعتي تمام من الكيرف ده. حلو جدا، سواء كنت داخل بالسي 1 او كنت داخل ادخل من هنا بقيمه الار 1 تمام، بدخل بقيمه واحده وانزل اجيب مين؟ الاوميجا، او ادخل من هنا بالسي 1 وادخل انزل اجيب الاوميجا تمام. فبيبقى الحاله دي ده الكيرف بتاعنا. طيب حاجه ثانيه قال لي والله يا باشمهندس ده كيرف ثاني، بس الكيرف ده بيدخل معايا حاجه اسمها الالفا تمام، وانت شغال على الالفا. الفا ده يقصد بيها لو قطاع في دبل ريفورس سيكشن، يعني القطاع ده حصل فيه تسليح في الاتجاه الثاني، فساعتها الالفا بتبقى بقيم مختلفه. لكن احنا لو بنصمم على الجدول ده هتاخد الكيرف اللي فيه الفا بزيرو تمام، لو انت بتصمم على ده تمام وقطاع سنجلي بتاخد الالفا بايه؟ بزيرو. فيها مشكله؟ ده برده للايه؟ للاف واي ب 400، الثاني كان الاف واي ب 360 تمام. جميل يا باشمهندس، تعالوا نشوف مثال على الموضوع ده. قال لي الريفورسد كونكريت سيكشن سبجكتد تو ام التيميت بتساوي 300 كيلو نيوتن في المتر ب 300 مللي، اف اس يو 25 نيوتن على الملي متر المربع، اف واي 350، اسيوم ريكتانجولار سيكشن تمام، افترض انها ريكتانجولار سيكشن، فاخذنا السي 1 ساعتها ب 3 حلو، وطلعنا الشغل بتاعنا 600 مللي الدي، ودخلنا حسبنا الار 1 ام التيميت في 10/6 على اف اس يو في البي في الدي تربيع، فطلعت معايا ب 0.111. تعالوا نشوف ده هيبقى ازاي في الكيرف. 0.111 يعني اهي في الحته دي تمام، هننزل كده ونروح نجيب ايه القيمه بتاعتي، هتطلع تقريبا ايه 0.15 تمام، فعلا ده اللي طلعناه من الكيرف. يبقى الاريا ستيل هتساوي اوميجا في اف سي يو في البي في الدي على الاف واي. يا باشمهندس الموضوع بالنسبه لنا سهل تمام، لكن احنا قلنا ان احنا هنستخدم السي 1 والجي في كل اللي جاي ان شاء الله. طيب سيكشن سبجكتد تو كومبريشن اونلي، ده تاني سيكشن معانا، السيكشن المعرض لكومبريشن، ده دخلنا في النورمال كده صح تمام، كومبريشن وتنشن تمام. هندخل في الاول حاجه الكومبريشن. الكومبريشن ده زي اللي احنا شرحناه الايه الشورت كولم، ليه معادلتين هي التايت كولم والسبايرال انفورسد كولم، وتم شرحها مسبقا مظبوط مظبوط، شرحناها في الفيديو اللي قبل ده على طول. ثلاثه سيكشن سبجكتد تو تنشن اونلي such as تاي تمام، التاي ده يعتبر السيكشن المعرض لتنشن بس تمام، هو سيكشن زي ما انتم شايفين كده معرض لاكسيال تنسايل فورس من الناحيه دي في التيميت، ومن الناحيه الثانيه حاجه بتشده من ناحيتين. طيب يا باشمهندس لما يكون قطاع معرض لتنشن تنشن يبقى محتاج ايه؟ حديد تمام، فاحنا بنصمم القطاع على ان الحديد هو المسؤول عن مقاومه الشد، وان الخرسانه دورها حمايه الحديد من الصدأ فقط تمام. حلو جدا، فبنعمل ايه؟ قلت لك يا باشمهندس ان القانون ده الفورس بتساوي ستريس في الاريا تمام، هو او الستريس بتساوي فورس على الاريا، ده قانون مهم جدا معايا اول ما يبقى عندي اكسيال تنسايل فورس تمام، لما يكون عندي فورس تمام ده القانون اللي على طول معايا تمام. حلو، طب يا باشمهندس الفورس بتاعتك هنا ايه؟ تي التيميت صح، الستريس هو اجهاد الحديد اف واي على جاما اس، الاريا هي الاريا ستيل اللي انت عاوزها
اقلب القانون اريا ستيل هتساوي تي التيميت في 10 اس 3 على اف واي على جاما اس. طب يا باشمهندس الكونكريت انا جبت كده الحديد، طب والكونكريت بتاعي الاريا كونكريت دي هجيبها ازاي؟ قال لي هتساوي من 20 ل 50 مره الاريا ستيل، خدها حوالي 30 مره الاريا ستيل ويوزع الحديد بانتظام على محيط القطاع. طيب تعال نبص على مثال ديزاين انفورسد كونكريت سيكشن سبجكتد تو تي التيميت 400 كيلو نيوتن. FCU بتساوي 20 نيوتن على المليمتر المربع، FY بتساوي 350 نيوتن على المليمتر المربع سوليوشن. سوليوشن اريا ستيل هتساوي تي التيميت في 10 اس 3 على FY على جاما اس، 400 في 10 اس 3 على 350 على 1.15. تمام يا باشمهندس تقدر تطلع لي الكلام ده ب 7.16. خد بالك برضو ان احنا في الحاله دي بنحب ناخد زوجي، لان احنا بنقول لك بنوزع بانتظام بانتظام. تمام يبقى لازم يبقى فيه سيمتريك صح، فلازم يبقى زوجي تيك 8.16. وقلنا الاريا الكونكريت بتاعتي هتطلع 30 الاريا ستيل. تمام واخدتها على شكل مربع للتسهيل، وده بيبقى احسن حاجه ان انا اخدها على شكل مربع. فطلع معايا يا باشمهندس 198.5 مللي، اكيد هاخدها كام؟ 200 مللي. اخدتها فعلا 200 مللي وحطيت الحديد 1 2 وزعت الحديد 4 سيخ في الاركان وحطيت ايه في كل يعني فوق وتحت سيخ وفي الجنبين سيخ. تمام وزعت بانتظام على محيط القار على محيط القطاع. تمام والحمد لله احنا كده خلصنا تاني فيديو عندنا. شكرا ليكم، واي اسئله انا تحت امركم على جوجل.